مرحبا، كيفكم يا رسامين؟ رجعت لكم بفيديو جديد. في فيديو اليوم رح نرسم لوحة كتير حلوة، اللي هي مثل ما انتو شفتوا بأول الفيديو عصفور على غصن من الورد. ندخل فورا على التخطيط، خدوا قلم بدرجة فاتحة، بس انا هون اخدت شوي نحكي مو فاتحة، اللي هي درجة المحايدة الـ HB، بس انتو بلشوا بدرجات الـ 4H و 2H، او اذا اخذتوا مثلي درجة الـ HB فابدا مش مشكلة، بس تخلصوا بترجعوا تخففوا بالمحايد. التوقيت الفعلي للتخطيط اللي اخده معي تقريبا 10 دقايق. اول اشي كنت اتفرج على الصورة المرجعية كتير منيح وانتبهت على تفاصيل العصفور كاملة، بعدين بلشت اخطط. وبنصحكم ابدا ما تستعجلوا، ارسموا خط خط لحتى توصلوا لنتيجة كتير منيحة. وفي حالة التخطيط للواتر كلر، بس نتفرج على الصورة المرجعية، احنا ما بناخد التفاصيل كاملة، بناخد الاشي الاساسي. مثلا انا هون خططت للعصفور ورسمت الاشي الاساسي كامل، يعني ما ضفت الريش، ما ركزت كتير على العين اني اضيف ايش حواليها، بس باخد الشكل العام. وحتى الورد نفسه بنحط الاماكن وبناخد الشكل العام. الحلو بلوحات الرسم الطبيعة او بس نرسم اشي تجريدي غير عن البورتريت، بكون عنا كتير حرية باحنا نختار الورد، نختار اشكال معينة احنا بنضيفها ونبدع مثل ما بدنا، ما بيكون عنا تقييد مثل البورتريت. هون الصورة المرجعية اللي كانت عندي فقط عصفور، وانا حبيت اضيف لها ورد، رح الونها انا بلون زهري، بس رح احكي لكم انه هون لكم الحريه كامله انكم تزيدوا على السكتش نفسه ورد باحجام مختلفه، ورد بشكل مختلف. ابدعوا وحطوا افكار على كيفكم حتى تطلع لوحتكم حلوه وتكون من ابداعكم. بعد هيك ما خلصت السكتش كامل، قبل ما دخلت على الالوان خففت درجة القلم بالمحاي عشان ما يأثر على الألوان وتكون بارزة إنها مخططة بقلم رصاص. أخذت فرشاي بدرجة 0 كانت، لأنه هون بدنا نعطي ديتيلز من أول ما ندخل، فتفاصيل العصفور بتكون كتير دقيقة، فمنحتاج لفرشاي تكون رفيعة، فأخذت فرشاي برقم 0. بلشت بالمنقار وبرزته بلون أصفر. طبعا هون العصفور تقريبا هو لونه أبيض، بس إحنا رح ندخل عليه ريش بألوان مختلفة. رح أركز بالنص إنه يكون اللون البارز إله بريش سهل، بعدين رح أتدرج بالأبيض، وكمان رح أخذ الأزرق الفاتح، وكمان درجات البني. ناخذ درجة بني فاتح والبني المائل للأصفر اللي هو الأوكر. وأي لون أو درجة كتير دققوا على تفاصيل صورتكم اللي انتم بتنقلوا منها، أو حتى إذا كان تخطيط من بالكم، نكون عارفين وين بدنا نتدرج باللون، وين بدنا نضيف اللون الزهر. هلأ مش حلو إنه أنا برسم صاحب العصفور حكيت راح أحط لون زهر بالوسط، بس إذا تركت فقط اللون الزهر كأساسي بيعطيني للعين اللون مش مريح، فأنا رح أحط على نفس اللون الزهر أحط عليه ريش بلون أبيض، هذا بيعطيني راحة للعين، وحتى بس نتفرج عن الصورة بنحس فيها جمالية بسبب تداخل الألوان مع بعض. هلا احسن اشي بطوركم بلوحاتكم بحسن من مستواكم بالرسم اللي هو الاستمرارية. جربوا تقريبا كل يوم ارسموا لوحة، ومثل ما حكيت لكم اذا انتم مركزين كتير على البورتريت، فالبورتريت شوي بده تركيز لانه فيه دقة عالية. فهلا كبداية لكم انتم دربوا على هاي السكتشات البسيطة، وهي مش بسيطة فقط، بالعكس هي حلوة وممتعة كترسموا عصفور، كترسموا وردة، كجبة. هاي الأشياء كتير بتساعدكم على فهم التخطيط، فهم تدرجات الألوان. بعد هيك رح تلاقوا حالكم بالبورتريت كتير الموضوع صار أسهل بسبب أنتوا دربتوا على الأشياء البسيطة، بعدين رح تنتقلوا على البورتريت ورح يطلع معكم شغل كتير أحسن من قبل إذا اتبعتوا هاي الطريقة.
بشغل الووتر كلر مش كتير بحب أعطي تفاصيل، بحب الموضوع أن يكون ممتع ويكون سهل غير عن البورتريت. أبدا شغلي يعني بالبورتريت تقريبا عادي إذا ضليت على اللوحة لعشر ساعات، بس بالووتر كلر بكون بدي أتسلى ونعمل سكتش سريع. تقريبا السكتشات اللي بتكون بالووتر كلر بتاخد معي ساعة من تخطيط لألوان. فهون حتى العصفور نفسه إذا لاحظتوا أنا بعطيه الأشياء الأساسية كالقمم العالية وين إسقاطات الضل وين إسقاطات النور العالية، وما بدخل كتير بتفاصيلها. ما تقريبا أنا بلشت أنتهي من أهم إشي بالعصفور، وبعد هيك بندخل على الورد. هلا ندخل على الورد بعد ما حطينا حتى الغصان. انتبهوا انه اول نشتغل احنا الاشياء اللي بتكون قبل مثل الخلفيه اول، بعدين نحط عليها الورد. هون عندنا خلفيه الغصان اللي هي الغصان نفسه بكون عليه الشيء الاساسي اللي هو الورد. فانا حطيت الاساس اللون اللي هو البني تاع الغصان، بعدين بلشت ادخل باللون الاخضر اللي هو الاعشاب تاعت الغصان نفسه أو الورق عفوا. فهون إذا حسيتوا أنا غيرت الفرشاي لأنه هون التفاصيل بتكون أقل، فمحتاج فرشاي بتكون درجتها أعلى اللي هي معي أنا درجتها 5. بالأول كنت أشتغل بدرجة 0 لأنه حكيت لكم العصفور فيه دقة أعلى من الورد نفسها، وبلشت أشتغل باللون الزهري. طبعا الدائرة الأساس اللي هي بكون فيها تركيز ظل عالي، وحتى الورق الخارج هو بيحمل اللون درجة الظل الأعلى، بالوسط بتحسوا انه النور متركز. وبتمنى انكم تطبقوا هذا الفيديو لحتى تستفيدوا، يكون تدريب لكم. واي حدا بطبق هذا السكتش ابعتولي اياه على الانستغرام او على الفيسبوك. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تدعموني بسبسكرايب ولايك وشغلوا الإشعارات حتى يوصلكم فيديو جديد. وحتى إذا عندكم اقتراحات لسكتشات حابين أرسم لكم إياها، تطبيق معين حابين أدربكم إياه وشرح لكم إياه، تبعتولي تفاصيله على يا بخطو كومنت أو حتى بعتولي على الانستغرام أو الفيسبوك. برجع لكم بفيديو جديد كل أسبوع. يلا سلام.